كوثر تنوري، اهلا بيكي في دخول مفاجئ. اهلا بيك. جاهزه؟ يلا. بالنسبه لكوثر، التمثيل ولا تقديم الاخبار؟ تقديم الاخبار. ليه؟ لانه حبي الاخير اللي اكتشفته. اكتر ضيف نفسك تحاوري؟ وليد الركراكي. اول سؤال هتساليه؟ شنو درتي فينا؟ عملتي فينا ايه؟ طيب، افضل لاعب مغربي في كاس العالم 2022؟ ما غنقولش افضل، ولكن غنقول الاقرب الى قلبي هما جوج، اشرف حكيمي وحكيم زياش. طيب، الممثل العربي اللي برضه الاقرب الى قلبك؟ اولهم غيكون محمد مفتاح طبعا، بعد الاقرب الى قلبي احمد زكي، بسام كوسا. طب وفي اللي اشتغلتي معاه؟ عزيز حطاب وتوريا العلوي. اكتر مطربه بتحبي تسمعي لها؟ جوليا بطرس، سعاد مسي، بلقيس فتحي. اهم مؤثر بتتابعيه على السوشيال ميديا؟ غنقول عايدة بن شمسي، هي مؤثرة مغربية، المحتوى ديالها جميل جدا، مفيد وبعيد كل البعد عن التفاهة. بتجيلك كم مسج على انستغرام كل يوم وبتردي على متابعينك ولا لا؟ كعدد ما نعرفش، ولكن طبعا برد، لانه من واجبي انني نرد على المحبه اللي كيصيفطوا لي، اللي بيبعتوها لي. طب لو هتوجهي رساله هتكون ايه ولمين؟ رسائلي دائما كتكون لراسي، لنفسي، فدائما كنقول لراسي استمري كوثر، بالمصري بقول معلش كملي. كوثر تنوري، شكرا جزيلا.